الأرضية كانت سريعة وحاضرة من أنطونيو، سجلت البريك. الله، نعم 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 نعم، الثامنة يهز الشباك على التوالي وهدفها الحادي عشر. الله يا متروفيتش، إنه يلتهم الجميع، لا يتوقف، يبتلع الدفاع والحراس، هذا كله ما يفكر به عندما يحضر، وقد حضر الآن. البريك، أرسل كرة، الكرة ندغها، لمسها، هكذا حولها. الله، هذا المهاجم، وإلا فلا، مهاجم من الزمن الجميل، كلاسيكي، مهاجم يضرب بكل الطرق، رأسا وقدم، حضورا وقوة، هكذا يصل إلى الشباك ويعلن للجميع أنا قادم لأن أكون أتصل لعب جديد. لجهة الله اليسرى للبريك بحظ الكرة لمصلحة روبن، بهي كرة مكنو، هذه تسديدة، هذه تسديدة، هذه تسديدة. الله 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 الله، أي صاروخ يا دفان، صاروخ في أحلى مكان، في أحلى مكان يا دفان، بالقوة لا تصد ولا ترد، صفق لعاسلمان في شباك دفان. محمد إبراهيم كنو بستة كرة لتصل إلى الشباك، هدف ثاني للهلال، وقبل موقعة الجمعة محمد إبراهيم كنو بقوة في التسديد. الله على هذا الصاروخ الذي لا يرد ولا يرد، هكذا هي أهدافه أجملها. يبقى الهلال لا يتغير، لا نهدا ولا أسلوبا ولا قوة ولا حضورا ولا صدارة. ماركو، الله 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 الله، في أول حضور يسجل هدفه الأول، أول حضور أساسي، يقول أنا هنا محمد القحطاني بهذه الطريقة وبهذه الصورة لكن لا 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 لا، الله الله على مترو، ثم المتابعة، ثم الكرة اللي وضعت فيها شباك، تابعها هذا الشاب محمد القحطاني ليسجل أول أهدافه، أول أهدافه مع الأزرق، وأولها أساسيا وفي الزاوية البعيدة على دحمان. هدف جميل، هدف رائع، هدف هذا الصمت. كانو يتقدم الآن، يرسل كرة للبريك على تقييم جماعة لما تكون لاعب بديل وتصنع يعني مساهمة، أن تساهم 9 مرات في الأهداف. حديث عن هذا اللاعب وقائدا للهلال اليوم للبريك، وهو أعلى تقييم في الشوط الأول، عرض رائع يقدمه. الله 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 الله، فينا محاولة من جديد، ميشيل ميشيل ميشيل، مالكم الخامس، 5 هلالية يا من انتظرت طويلة هل تترى هذه الخماسية. الله يا مالكم، والله على انطلاقة ميشيل، هذا هو الهلال، هذا هو الهلال، يظهر ويضرب بالخمسة ويحول مساء بريدة إلى حفلة، حفلة يا دحمان، حفلة في شباك الحسم، حفلة هلالية كاملة مكتملة الأوصاف. الله الله على مانكو، هكذا يسجل هدفه الثامن. حضور يا دولي ملفت، وتقدم الآن، ميشيل يحافظ على الكرة ويوصلها لصالح، يحضر دائما وفي كل يوم الفرد يطلق رصاصة الرحمة الأخيرة على الحزم ويحتفل بالسادس. الهلال يصل إلى الهدف 40 فوق الجميع نقاطا وأهداف وعرض وأداء. الله الله على ميشيل، الأعمال الكاملة، المساهمة الثالثة في هذه المباراة، قبل الصانع في الأولى والصانع في الثانية وفي الثالثة، هكذا يكون مع صالح الشهري بالمرور والمراوغة. الله، هذه النتيجة الأكبر بالنسبة للهلال لأنه فاز على الرياض بستة مقابل هدف الآن، ستة تقول السابع، السابع السابع للأكثر تجليا في ليلة النجوم السبعة. الله يا البريك، توج أداءه المذهل في هذه الأمسية بالهدف السابع، السابع الأكبر، الأكثر في هذا الموسم الحضور. الله يا هلال، الله يا زعيم، الزعيم يضرب بسبعة هنا في الحزم، أي صمود، لا صمود أمامه يا حزماوي. محمد البريك الأعلى تقييم في هذه المباراة، أكمل تقييمه بهذا الهدف، هدف سابع للهلال. قدم من جهة اليمنى عالية وبالرأس وتتحضر وتسدد بمالكوم الثامن، ثمانية ثمانية، وهكذا انتهت عملية الحزماوي وغيره
وداد باتجاه سلمان. هي الكرة في شباك دحمان. هدف ثامن الأعلى في الدوري، الأكبر في الدوري، الأكبر في هذه الأمسية. تقدم وتصل في الشباك في المواجهات، هكذا تحتز شباك الحزم بثمان.